المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأوكرانية كييف محمد البابا، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. هل تقطع وتيرة الدعم الغربي المقدم لأوكرانيا والمطلوب من جانب الرئيس زيلينسكي بأنه لا مجال لأي تسوية سياسية في المدى المنظور؟ نعم بالفعل، ولكن يمكن القول بطريقة أخرى أنه لا مجال يعني استعادة أوكرانيا وسيطرتها على كامل الأراضي الأوكرانية، كامل المساحة الجغرافية بأوكرانيا، سوى الدفاع والهجوم واستعادة المناطق يعني من خلال العمليات العسكرية. هذا ما قاله مرارا وتكرارا الرئيس فلاديمير زيلينسكي، لأنه يعلم أن روسيا حتى هذه اللحظة غير مستعدة للالتزام بالشروط التي وضعتها أوكرانيا، والتي هي يعني هناك شرط رئيسي أنه لا مفاوضات قبل انسحاب القوات العسكرية الروسية من كامل الأراضي الأوكرانية، وذلك يعتبر سقف عالي من من المتطلبات التي تضعها أو الشروط التي تضعها أوكرانيا على طاولة أو يعني للجلوس على طاولة مفاوضات، وهي شروط أشبه بتعجيزية. الجانب الروسي يضع أيضا شروط تعجيزية، يعني لا يمكن أن تمر من خلال السلطة الأوكرانية، الرئاسة الأوكرانية ومجلس النواب، وهي الاعتراف بروسية شبه جزيرة القرم، وأيضا الاعتراف بضم المقاطعات الأربعة التي حصل فيها وأجرت فيها روسيا استفتاءات لضمها إلى الأراضي الروسية. لذلك المشكلة أصبحت في نقطة اللا عودة من الطرفين. الجانب الأوكراني لا يستطيع التراجع، لأن يعني أي خطأ أو أي تراجع سيدفع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ثمنا كبيرا تجاه شعبه، خاصة أنه الآن يعتبر زيلينسكي ربما يعني بالرأي العام العربي لا يدرك طبيعة الأمور التي تجري في أوروبا. الرئيس زيلينسكي أصبح بطل كبير في الرأي العام الغربي. لكن ورأينا أستاذ محمد، هم يقولون دوما أن الحروب تندلع لتنتهي، يعني إذا كانت الحرب قد اندلعت منذ أكثر من 10 أشهر في هذه الأيام، فهي بالضرورة لها مآلات التوقف والتسوية. ظروف هذه التسوية، أنت تقول أن هناك مبالغة من الطرفين، لكنها قد تكون مفهومة في إطار تصعيد المطالب. هل هناك أفق في هذه المرحلة على الأقل يمكن الذهاب إليه، ولا كل الأمور مغلقة كما تشير إليها؟ يا عزيزي، نحن الموجودون على الأراضي الأوكرانية، خاصة يعني الإعلاميين الذين لدينا تواصل مع الساسة في أوكرانيا، أي سياسي في أوكرانيا إن سألته وجهت له سؤال يعني هل هناك طريقة لوقف الحرب بطريقة سلمية، يقول الحل الوحيد انسحاب القوات الروسية. هذا الرأي متشبث في الساسة الأوكرانيين. كان هناك اتصالات، نتكلم بكل حقيقة، الجانب الأوروبي وضع بعض الضغوط منذ 2 أو 3 أشهر، أي قبل فصل الشتاء، على الرئيس الأوكراني للجلوس على طاولة مفاوضات، ولكن جاء جواب الرئيس الأوكراني والإدارة، وهذا يعني هذه الأجوبة نسمعها بشكل يومي، من لا يريد أن يساعدنا فليقول فليتكلم بكل صراحة، لا نريد مساعدتكم. الجانب الأوكراني متشبث برأيه، خاصة هذا يعني هذا التوتر، أو يمكن القول يعني الرد العنيف من الجانب الأوكراني عن أي حديث لمفاوضات أو التراجع أو القبول بحل وسطي بين روسيا وأوكرانيا يأتي بسبب. لكن هو ما كان لأوكرانيا أن تبلي هذا البلاء في هذه الحرب إلا بالدعم غير المسبوق الذي قدم من الاتحاد الأوروبي لدولة ليست عضو، ومن الناتو لدولة ليست عضو، فبالتالي من الصعوبة تصور أن هناك حديث من لم يرد مساعدتنا فليمتنع. يعني هذه أيضا مسألة فيها قدر كبير من التصعيد. نعم، يعني هناك قدر تصعيد. أنا سأخبرك بعض الأمور التي نحن نراها وبعيدة عن الرأي العام العالمي أو العربي، خاصة لأن الجانب العربي، سأتكلم بكل صراحة، الجانب العربي دائما يرى الأمور بالعواطف وليس بالحقائق. يعني الجانب الأوكراني في الأسبوع الأول كان هناك اتصالات تأتي للرئيس الأوكراني ولطاقم عمله، إن كنتم تريدون المغادرة غادروا، نحن نساعدكم بالإجلاء. هل تعلم ما كان جواب الرئيس الأوكراني؟ لا تجلونا، أعطونا سلاح، نحن نريد القتال، أعطونا سلاح. وأثبتت نظرية الرئيس الأوكراني والجيش الأوكراني أنه عندما حصل على بعض، ولا ننسى في الشهر الأول الجيش الأوكراني لم يحصل سوى على بعض قليل من الأسلحة، وهي منظومات دفاعية ل أستاذ محمد، تحقيق انتصارات كبيرة وأيضا يعني تحرير محيط العاصمة الأوكرانية كييف وبعض المقاطعات الأخرى مثل سومي وتشيرنيغيف.
هذا الموقف وهذه الإرادة الكبيرة أعطت زخما كبيرا للدول الغربية بمساعدة أوكرانيا بشكل كبير، وهذه المساعدات تأتي وتتصاعد شيئا فشيئا. يعني مثلا الجانب الأوكراني منذ شهر مارس كان يطالب ببعض الأسلحة الهجومية، حصل عليها. منذ شهر يول، يعني منذ شهر 5 أو 6، كان الجانب الأوكراني يطالب بمنظومات دفاعية جوية، الآن حصل على باتريون. وهناك كلمة قالها الرئيس الأوكراني في الكونغرس أن الجنود الأوكرانيون يستطيعون قيادة الدبابات والطائرات الأوكرانية، وهذه رسالة عسكرية كبيرة. ربما في المرحلة الأخرى سيطالب الجانب الأوكراني بالحصول على طائرات أمريكية ودبابات أمريكية، وهذا تصعيد كبير للموقف أن الجانب الأوكراني لا يرى أي شيء سوى القتال لتحرير الأرض. لكن الحديث، وهو سؤال الأخير لك، الحديث عن مزيد من الدعم العسكري في هذه المرحلة يقابله في النهاية أيضا تحولا كما تقول روسيا باستهداف مباشر للبنى التحتية لمصادر الطاقة، وتحولت الاستراتيجية الروسية على ما يبدو أيضا في التعامل حتى من المنظور الهجومي. كيف ستتعامل أوكرانيا إذا استمرت الحرب على هذا النحو؟ يعني هناك خطط من الجانب الأوكراني، ويعي الجانب الأوكراني طبيعة الأمور، ونحن نرى أن الجيش الأوكراني يتعامل بواقعية في كل معركة بحسب متطلباتها. مثلا مدينة باخموت، هذه المدينة الصغيرة منذ حوالي 90 يوم تتعرض لهجوم عنيف من القوات الروسية. قبل حوالي شهر استطاعت القوات الروسية خرق الدفاعات الأوكرانية والتقدم قليلا، ولكن ما حصل منذ 3 أيام أو منذ 4 أيام، الجيش الأوكراني قام بهجوم مضاد. وبحسب المعلومات التي نحصل عليها من فرق الإسعاف ومن الجيش الأوكراني ومن الفرق المتواجدة في باخموت، أن أعداد القتلى في الجيش الروسي بالمئات في تلك المنطقة. حتى هذه اللحظة يعني يقوم عناصر من الجيش الأوكراني بإحصاء جثث الجنود الروس. لا ننسى أن الجيش الأوكراني أعلن قبل يومين عن حصيلة قتلى الجيش الروسي التي تجاوزت 100,000 قتيل منذ بدء الحرب. ربما يعني الأرقام غير دقيقة، ولكن هذا ما تعلنه وزارة الدفاع الأوكرانية. الجانب الأوكراني يعني يتعامل بكل واقعية، وأيضا حصل الرئيس الأوكراني على تطمينات وضمانات من بعض الدول الغربية أن الدعم العسكري سيستمر حتى تحرير كامل الأراضي الأوكرانية، أو ربما سيكون هناك موقف من الرئيس بوتين، وهذا ما يعول عليه الشعب الأوكراني من خلال صمود الجيش الأوكراني، أن يكون هناك قرار بسحب القوات العسكرية الأوكرانية من قطاع الدنباس وخرسون ومقاطعة زاباروجيا. شكرا جزيلا لك من كييف، الكاتب والمحلل السياسي محمد البابا، شكرا جزيلا لك.